موس 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 مستوى أعلى البط الفضائي. واو، انتظر يا رفيقي، العربة الصاروخ مستعدة بينما أنتما لا. نحن مستعدان، لدينا زي الفضاء والخوذات أيضاً. وفقاً لرواد الفضاء من ذوي الريش، السفر في الفضاء خطير جداً، بدون التدريب المناسب قد ينتهي بكم الأمر في ورطة كبيرة. كيتا، نحن عاملة خبز، لا نحتاج إلى التدريب المناسب. لا أحتاج أي شيء مناسب. إذا اجتزتما الاختبار ستحصلان على قمصان مجانية. قمصان مجانية. أولاً يجب أن نرى كيف ستتحملان برد الفضاء الشديد. نعم، يمكننا هذا، نحن مثل البط القطبي. ابدأي. هل أنتما بخير؟ أنت تسمين هذا برداً؟ ثانية. الاختبار التالي، اختبار تجنب الشهب، أم يجب أن أقول كرة اللحم؟ لن نتجنبها، لكن يمكننا الاستمتاع بها. كرة لحم حارة، طعمها مدهش. سوف نحدد الآن مقدار قوتكما. فقط استرخي يا رفيقي. حسناً إذن. ثبتيها. سوف أتقيأ الآن. سنرى الآن إذا كنتما مستعدين للفضاء. سنضع نتائج الاختبارات داخل مركز التحكم الفضائي. لقد صنعته بنفسي. هيا أسرع، رواد الفضاء جائعون هناك. لا، أحدكما لم ينجح. كل أحلام الفضائية ضاعت في الفضاء الطلق. ماذا؟ هذا سخيف جدا، مستحيل أن أذهب إلى تلك البقعة السوداء بدون صديق المقرب. أنت محق، لن تذهب لأنك من فشلت. وماذا الآن؟ مكتوب أنك مجنون جدا ولا يمكنك الذهاب. آسفة يا كواكوا. تعنين أنه لن أكون أول من يوصل الخبز إلى الفضاء؟ نعم، أخشى هذا، لكن بودو يمكنه ذلك. لا، لن أذهب هناك بدون صديق المقرب، لن يحدث ولن أتركه. بودو، عليك أن تفعل، أنت عامل خبز، وهذا يعني مهما كان التحدي ومهما كان الوضع دائما ستوصل ولن... حسنا، إلى اللقاء.